تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، أعلن صندوق العمل تمكين عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات للاستفادة من خدمات دعم تمكين ضمن النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف. قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي إن البرنامج يقدم فرص الدعم لقوائم الباحثين عن عمل والمرشحين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم تمكين بدورها بتوفير فرص دعم للتدريب وللأجور على مدى 3 سنوات. كانت تمكين قد أعلنت مؤخرا عن تخصيص ميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام 2021-2023 لدعم توظيف البحرينيين، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل. من المقرر أن تشمل مجالات الدعم المقدمة ضمن البرنامج على دعم الأجور ودعم التدريب، فضلا عن طرح برنامج خاص موجه لفئة حديثي التخرج يقوم على دعم فرص توظيفهم عبر أنماط العمل المختلفة، سواء كان العمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، ودعم تدريبهم على رأس العمل تمهيدا لتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص. ستقوم تمكين في إطار ذلك بزيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل، فضلا عن استحداث حوافز وبرامج جديدة منها دعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي.